صباح الخير واهلا بحضراتكم. الجمعه 22/9/2023، يوم جديد وصباح جديد ان شاء الله يكون سعيد على حضراتكم، وكمان جمعه مباركه. النهارده مع حضراتكم في لقاء جديد هنعرض فيه لفقرتين الحقيقه مهمين، هتكون الاولى منهم عن العماره صديقه البيئه او ما يطلق عليه العماره الخضراء، هذا المجال الجديد اللي بتتوسع فيه الدوله المصريه بشكل واضح لوجود مباني ومنشات وسكن للمصريين صديق للبيئه، غير ملوث ومطابق للمواصفات العالمية في الإسكان. فقرتنا الثانية النهاردة هتكون عن مشروع التجلي الأعظم، هذا المشروع المرتقب الحقيقة لتطوير وتحديث منطقة سانت كاترين كواحدة من المناطق المهمة في جنوب سيناء، المستهدف منها بالتأكيد أنها توضع على خريطة السياحة العالمية. هذه المنطقة اللي بتجذب كتير من السائحين على اختلاف جنسياتهم، لأنها منطقة دينية وروحانية بتجتمع فيها الأديان السماوية الثلاثة في تجلي واضح جدا، ويكفي انه هذا المكان هو الذي تجلى فيه سيدنا موسى عليه، او تجلى الله فيه لسيدنا موسى عليه السلام. كمان النهارده في البروفايل هيكون حديثنا عن واحد من الفنانين الكوميديانات اللي اثروا الساحة المصرية الفنية بكل تأكيد، وان كان يعني لم يأخذ نصيبه الكافي رغم موهبته الكبيرة جدا. بنتكلم النهارده عن الفنان يوسف عيد، هذا الكوميديان الكبير. لكن كمان خلينا سريعا نتكلم عن واحد من الفنانين المصريين المهمين، كمان هو الفنان هشام سليم اللي بتمر النهاردة الذكرى الأولى على رحيله، رحل في 22 سبتمبر 2022. هشام سليم ومنذ بدايته في إمبراطورية ميم وبعدها في عودة الابن الضال مع يوسف شاهين، كلها كانت تنبئ بفنان هيكون مهم في المستقبل، رغم أنه في البداية ربما كان بيعتمد على اسمه كابن لأسطورة الكرة المصرية ومايسترو الكرة المصرية اللاعب والفنان صالح سليم. لكن هشام سليم بعدها استطاع انه يشق طريقه كواحد من الفنانين المهمين واللي تركوا بصمات في الدراما التلفزيونية وكذلك السينمائية. رحل عن عالمنا منذ عام عن عمر يناهز 64 سنة، لكنه ترك الحقيقة يعني نموذج محترم للغاية في الأعمال الفنية اللي قدمها، واكتسب الحقيقة محبة كل الجمهور المصري وأيضا العربي. بنتمنى له كل الرحمة والمغفرة. وخلونا مع حضراتكم النهاردة نبدأ يومنا سريعا قليل من النشاط قليل من الحركة مع فقرة الايروبكس. صباح الخير، معاكم دكتور حسين، وان شاء الله نتكلم النهارده في حلقه جديده عن اهميه الفتنس بالنسبه للعيبه او بالنسبه للرياضيين. استنونا فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن اهميه الفتنس او ليه نلعب او نتمرن فتنس جنب الرياضه او بجانب الرياضه الاساسيه اللي احنا بنمارسها. او قبل ما اتكلم عن النقطه دي هتكلم الاول عن التوجيه للرياضه. لازم التوجيه للرياضه يكون بشكل سليم. ما ينفعش لما اجي هنسافر في الصيف فابدا ان انا اخلي الاولاد يلعبوا سباحه علشان لما نسافر يكونوا كويسين، ولما الولد يحصل معاه مشكله فهبدا ان انا امرنه بوكس او امرنه اي حاجه فيها اتاكينج علشان خاطر يكون اقوى واحسن. وعلشان انا وانا صغير كنت بحب ان انا العب مثلا اجري او العب العاب قوه، فهخلي الولد يتمرن العاب قوه عشان انا بحب ده. غلط. لازم التوجيه في الاول يكون بشكل سليم بالنسبه للاولاد، يعني اوجه الولد او البنت للرياضه اللي هتكون مناسبه لمتطلباته. وفي اماكن كتير قوي تخصصيه موجوده دلوقتي بتبدا تقول لنا عن طريق الجينات، عن طريق التستات او اختبارات للاولاد، تبدا تقول لنا هل الولد يلعب الرياضة دي ولا لأ، وإيه الرياضة المناسبة ليه إنه يمارسها. بعد ما أبدأ إن أنا أتوجه للرياضة المناسبة وأتعلم المبادئ الأساسية فيها، ببدأ إن أنا أتمرن جنب الرياضة فتنس. طب ليه أتمرن فتنس؟ ما أنا بلعب أوريدي رياضة وبتعلم فيها سكيلز. لازم الفتنس، لأن الفتنس بيديني ال 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 يعني بينمي المهارات اللي أنا اتعلمتها في الرياضة. بمعنى أنا دلوقتي اتعلمت مبادئ أساسية
زي السباحه، اتعلمت مبادئ اساسيه، اتعلمت ازاي اعمل ضربات رجلين، اتعلمت ازاي ان انا اعمل حره، اعمل باك فيرست دولفين. عمر ما مستواي هيزيد في الرياضه دي الا لما اتمرن فيتنس، لان الفيتنس بيبدا ان هو يشتغل على العضلات وعلى المدى الحركي اللي هيكون شبه او مناسب للرياضه دي. رياضه زي الهاندبول، هل متطلباتها هتكون زي الفولي زي السباحه؟ طبعا لا، كل رياضه هيكون ليها متطلبات مختلفه عن الرياضه التانيه. طيب انا مارست الرياضه وجنب الرياضه عملت الفيتنس المناسب ليها، هل بعد الفيتنس اللي انا بعمله للرياضه دي بيكون في فيتنس تاني اكتر تخصصيه؟ اه، وده شغل الفانكشن او الكونديشننج، وده بيكون عباره عن ايه؟ الشغل الوظيفي ده بيكون عباره عن ان انا اتمرن تمرينات فيتنس للبوزيشن بتاعي جوه الرياضه. بمعنى انا لعيب باك سباحه تخصص باك، هل احتياجاتي اللي انا هحتاجها هتكون زي لعيب سباحه تخصص دولفين زي البرست؟ طبعا لا. طيب انا دلوقتي بلعب هاند بول، لو انا اتاكر هل احتياجاتي هتبقى زي الديفنسر زي المدافع؟ هل احتياجاتي هتبقى زي الوينج زي الجول كيبر؟ طبعا لا. كل واحد جوه الرياضه حسب البوزيشن بتاعه بيكون ليه احتياجات مختلفه عن التاني، عشان كده لازم من اول ما نمارس رياضه نبدا ان احنا نتمرن تمرينات الفتنس التخصصيه الاول، بنبداها بشكل عام، بعد كده بنبدا ان احنا نتخصص اكتر فاكتر لحد ما نوصل لتمرينات الفانكشن والكونديشننج، ودي بتساعدنا عشان نوصل لاحسن مستوى في اقل وقت. يا رب تكونوا استفدتوا، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده. من جديد اهلا بحضراتكم، وبنبدا معاكم سريعا جولتنا الاخباريه، بنبتديها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي التقى المستشار عمر مروان وزير العدل لتعزيز جهود منظومه التقاضي المصريه، وتحديدا الانفتاح على التقنيه الحديثه والتطوير التقني لمقار وابنيه المحاكم. السيد الرئيس ايضا التقى اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئه رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والسيد الرئيس وجه أيضا بتطوير الهيئة وزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة العربية للتصنيع. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصة ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلا عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصة ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية، حيث اطلع السيد الرئيس على استراتيجية تطوير الهيئة، خاصة ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية، وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية، لا سيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات، وذلك في إطار تلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ ناصر حسين. تحياتي لك أستاذ ناصر، صباح الخير. تحياتي لحضرتك وصباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. أهلا وسهلا يا فندم. بداية خلينا نبتدي مع حضرتك بالتعليق على لقاء السيد الرئيس مع المستشار عمر مروان وزير العدل، والحديث عن تحديث منظومة التقاضي في المحاكم المصرية والاهتمام بالمقار الخاصة بالمحاكم من ناحية، والاهتمام أيضا بإدخال أو تطوير التقنيات الخاصة بمنظومة التقاضي وسرعة إجراء هذه المنظومة والتفاصيل الخاصة بها، بداية من أجل يعني حماية المصريين وسرعة إنجاز قضاياهم المختلفة، ثم نعبر بعدها للحديث عن لقاء السيد الرئيس مع اللواء عمر عفوا لواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع. بالتأكيد كان لقاء مهم جدا. احنا متعودين ان دايما سيادة الرئيس يلتقي مثلا مع وزير التجارة او مع وزير الزراعة أو مع رئيس الوزراء، لكن اللقاء كان مفاجأة لنا أنه بيلتقي مع وزير العدل طبعا المستشار عمر مروان، لأن ده شيء مهم جدا. احنا بنشوف العالم حوالين مننا ازاي بيتطور في موضوع التقاضي، ازاي التقاضي أصبح الآن بالرقمنة بالسرعة. حتى في يعني قاضي أمريكي مشهور جدا أصبح كنجوم السينما من كتر سرعة التقاضي والحوار مع شخص له منتشر له فيديوهات كتير. بالظبط. فاحنا بنشوف العالم بيتطور حوالين مننا، فاحنا في الفعل نوع من الظلم ان بيبقى فيه بطء في التقاضي، ده شيء مشهور جدا ومعروف. اصبح العالم الان بيتحول نحو الرقمنه نحو السرعه، فبالتالي ان احنا نشوف تطوير لمنظومه التقاضي، واول مره ان نتكلم عن ان يبقى فيه تحول رقمي وان المنظومه تتغير تماما. ده مهم جدا، يبقى في تطوير للمحاكم. وكمان في نقطة يعني لو التفتنا ليها مهمة جدا، اللي هي تطوير الكوادر البشرية نفسها. وده كانت نقطة مهمة جدا جديدة علينا. لان يبقى في تدريب وان يبقى في سرعة تقاضي وان القاضي ليه طريقة معينة وبقى في روح القانون. بالظبط. وده في النهاية كله هدفه سرعة التقاضي، لان سرعة التقاضي ليها انعكاسات طبعا على ان يبقى في عداله سريعه وناجزه. برضو ان يبقى ده بينعكس على فكره على الاقتصاد نفسه. لان دايما في مشاكل طبعا بتخص الصناعه، بتخش المستثمرين، في قضايا من هذا النوع، كل ما كان فيها التقاضي اسرع ده في النهايه بينعكس طبعا على الوضع. دايما حتى كنا نقول استاذ ناصر انه تاخر العداله هو نوع من انواع الظلم. فهنا النهارده السيد الرئيس وهو بيوجه بسرعه انجاز القضايا المختلفه والتعامل بشكل تقني ورقمي مع هذه القضايا، بالتاكيد سيكون له تاثيره الايجابي على المواطن المصري. اسمح لي مع حضرتك ننتقل للشق الاخر في الحديث عن الهيئه العربيه للتصنيع. والحقيقه انه بيوت اهالينا كلها كان دايما فيها اجهزه من انتاج الهيئه العربيه للتصنيع، كل بيوتنا تقريبا المصريه كان فيها لما لهذه المصانع من جوده واتقان واسعار كمان مناسبه للغايه. أن يوجه السيد الرئيس بتطوير عمل هذه المصانع، أيضا أتصور أنه في ظل هذا الغلاء هو شعور من السيد الرئيس بالمواطن المصري والوقوف على احتياجاته وتوفير منتج جيد وقيم وأيضا بسعر يناسبه. تمام، بتفق مع حضرتك تماما. طبعا احنا دلوقتي العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية، ولازم يكون في آليات الخروج من هذه الأزمة. من ضمن أني لما يبقى في تطوير للتنمية الصناعية، وطبعا الهيئة العربية للتصنيع هي ليها فترة احنا كصحفيين بنكتب عنها، في بتجب بتسير في اتفاقات مع الدول العربية، في اتفاقات مع مثلا نظم التطوير، في اتفاقات مع الهيئات العلمية. يعني دايما الهيئة العربية للتصنيع في الفترة الأخيرة ليها نشاط كبير جدا ان هي يعني تندمج مع المنطقة والصناعة العربية، وان يبقى في تطوير المناطق الصناعية. في موضوع مهم جدا اللي هو موضوع توطين الصناعة، لان ده بينعكس على الاقتصاد. يعني صحيح. احنا لما يكون في منتجات بدل ما بنستوردها من الخارج احنا بنصنعها هنا في مصر، وكمان ممكن الشركة اللي احنا بنستورد منها دي
يكون ليها مصنع هنا داخل مصر. طبعا ده بيخلي فيه استثمار بيدخل للبلد، بيخلي فيه توافر للعملة الأجنبية، بيخلي كمان في فرص عمل، ده صحيح. مهم جدا صحيح. فاحنا دلوقتي التنمية الصناعية مطلوبة جدا، وفي نفس التوازي يعني في نفس التوقيت اللي التقى فيه سيادة الرئيس مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع وبحث ازاي امكانية تطويرها وجودة الصناعة ومنح الرخص، في نفس الوقت كان رئيس الوزراء بيجتمع مع رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم ولواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية بالضبط مع وزير الإسكان، لأن كنا بيبحثوا إزاي يبقى فيه سرعة في التراخيص الصناعية. نشوف برضو طلبات المستثمرين نفسهم، هم طلبوا طبعا أن يبقى فيه نسبة مسموحة بالارتفاع في المباني الصناعية وطبعا وتم دراسة الطلبات دي. فإحنا عايزين نوصل لتنمية صناعية عكس ما كنا بنقول لا إحنا كان لا طبعا نتحول ان احنا نبقى نستورد من الخارج، لا احنا عايزين يبقى في صناعه محليه لا تقل عن الجوده من نسبه للمنتجات المصنعه في الخارج. فبالتالي الهيئه العربيه للتصنيع طبعا هي هيئه مهمه جدا. في نفس الوقت هي لما اللقاء يكون مع الرئيس ده بيدي حافز اكتر للمستثمر بالضبط لتطوير الهيئة ولجذب المستثمرين نفسهم، والموضوع الأهم اللي هو موضوع توطين الصناعة المحلية. نعم، تحياتي البالغة لك أستاذ ناصر حسين الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك. وننتقل لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الذي تفقد بالأمس مطار طابا الدولي واستمع لشرح تفصيلي عن هذا المطار والتطورات اللي حدثت فيه والتحديث اللي حدث فيه من خلال الطيار محمد راشد مدير المطار. أيضا رئيس الوزراء استمع إلى شرح تفصيلي عن المطار اللي بيبعد 37 كيلو عن أو مبنى المطار اللي بيبعد عن طابة 37 كيلو ومساحته بتزيد على 5000 فدان. المطار الحقيقة بيشهد حركة متزايدة للركاب في الأعوام الماضية واستقبل منذ بداية العام الحالي 23 وحتى نهاية أغسطس 645 طائرة. كمان دكتور مدبولي وصل لمدينة طابة في إطار زيارته لبعض المشروعات محافظة جنوب سيناء. الحقيقة كانت جولة مهمة بالأمس للسيد رئيس الوزراء وزار فيها أكثر من موقع وأكثر من مشروع هنعرض لها بالتفصيل أثناء لقائنا النهاردة. رئيس الوزراء أيضا ومن ضمن جولته التفقدية تفقد طريق شقة تعبان وطريق طابة نويبع والمنشآت والمخيمات السياحية الواقعة في هذا المكان، والحين المنطقة دي بتجذب عدد كبير جدا من السائحين وكانت محتاجة لكتير من الخدمات اللي تتقدم لها. رئيس الوزراء تابع سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق دهب نويبع بطول 77 كيلو وأيضا المخيمات السياحية في طريق طابة ونويبع، كل ده ضمن خطة وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق ومرور الشاحنات والبضائع من وإلى ميناء نويبع وربط السياحة بمدينة شرم الشيخ ودهب. رئيس الوزراء كمان تابع مجموعة من المشروعات اللي بتقام في مدينة نويبع في جنوب سيناء وتفقد سير العمل بمشروعي إنشاء مسجد وكنيسة على الطريق الدائري لمدينة نويبع داخل الحيز العمراني للمدينة لخدمة الأهالي. رئيس الوزراء أيضا تفقد أعمال تنفيذ مسجد الصديق اللي تم تنفيذه من قبل الهيئة العربية للتصنيع على مساحة أرض تم تخصيصها من أملاك الدولة بالمجان لصالح وزارة الأوقاف إقامة المسجد وملحقاته. تابع كمان سير العمل بكنيسة نويبع اللي أيضا تم تخصيص الأرض لها من أملاك الدولة بالمجان لصالح طائفة الأقباط الأرثوذكس. رئيس الوزراء كمان تفقد منطقة سانت كاترين اللي بيقام فيها أكبر مشروع سياحي هيكون هو الأكبر في المنطقة إن ما كانش في العالم، هذا مجمع الأديان المهم للغاية اللي بتجتمع فيه مظاهر ومجسمات للأديان الثلاثة الرسمية، والحقيقة إنه بيجذب أو هذه المنطقة بتجذب كتير من السائحين بيحملوا ديانات مختلفة وبيحملوا أيضا جنسيات مختلفة. مشروع التجلي الأعظم هو المشروع الأهم واللي مرتقب
الرقب إن شاء الله تفقده السيد رئيس الوزراء خلال جولته في عدة مناطق بجنوب سيناء بالأمس. الحقيقة أشار كمان إلى أهمية مطار سانت كاترين بالتزامن مع تنفيذ مشروع التجلي الأعظم اللي هيكون على أرض السلام جنوب سيناء لاستيعاب حركة الطيران المتوقعة والتوسعات المستقبلية إن شاء الله فيما يخص منطقة سانت كاترين كمنطقة أو منطقة يعني بننشد إنها توضع على خريطة السياحة العالمية كقبلة سياحية وتراثية ودينية وثقافية. الحقيقة المنطقة دي يعني بتجمع كتير من ألوان وأشكال السياحة على اختلافها، لكنها بتبقى في النهاية أكبر صرح بتجتمع فيه الأديان الثلاثة. وطبعا سانت كاترين في الشتاء ده ليها سحر تاني خالص، يعني الناس اللي بتحب تصعد لجبل سانت كاترين رغم البرودة الشديدة ورغم أن درجة الحرارة فيها بتكون أقل من صفر درجة مئوية، لكن هي متعة حقيقية صعود جبل سانت كاترين. خلينا نروح لخبر آخر، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي الثقافي لدى أبناء الوطن، قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت ندوتين تثقيفيتين بالمركز الأولمبي بالمعادي ومسرح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر. الندوتين الحقيقة شهدوا تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الارتقاء بمستوى المعرفة لدى مختلف القطاعات من أبناء الشعب المصري العظيم، وتم خلال الندوتين تكريم عدد من أسر الشهداء. دكتور محمد معيط وزير المالية وهو أيضا محافظ مصر لدى البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية أكد خلال لقائه الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية والوفد المرافق له بالعاصمة الإدارية، أكد أن مصر بتتطلع إلى تعزيز التعاون الإنمائي الثنائي في الأنشطة الاستثمارية الأكثر استدامة مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية اللي بيدعم البلدان النامية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة وتعزيز استثمارات البنية التحتية والاتصال عبر الحدود من خلال الشراكات بين حكومات الدول النامية ومؤسسات التمويل ومولي الأسواق الناشئة على نحو بيضمن التوسع في الاستثمارات بقطاعات النقل، الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وزيرة التخطيط دكتورة هالة سعيد قالت انه خطة العام المالي 23-24 بتستهدف تخصيص استثمارات كلية وعامة للخدمات الصحية بتقدر بنحو 75 مليار جنيه مصري بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجمالية للخطة في العام ذاته لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتحسين جودة الحياة الصحية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين قال أن القاهرة بتسعى حاليا إلى مزيد من التعاون مع دول بريكس بعد انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي الهام. جاء ذلك خلال لقاء دكتور وليد جمال الدين للرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع سفير البرازيل بالقاهرة. تم خلال اللقاء بحث التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر. جمال الدين أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها الجاهزية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات وتقديم الخدمات البحرية المتنوعة من خلال موانئها المختلفة. بتواصل وزارة الداخلية جهودها على المستوى الأمني من ناحية وعلى المستوى الاجتماعي من ناحية تانية من خلال تقديم وتوزيع عبوات غذائية مختلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مبادرة كلنا واحد التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تستمر وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجيتها الاجتماعية في دعم ومساندة المواطنين في المناطق الأولى بالرعاية. من هذا المنطلق تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تستهدف توزيع مستلزمات مدرسية وعبوات سلع غذائية على الفئات الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية. بنشكر السيد رئيس الجمهورية على نظرته للدعم
للمواطن الفقير قبل الغني، ومراعينا ودايما محافظ على وطننا ودايما مراعي الصغار قبل الغني، وربنا يكرمه. كناش متوقعين ان هو دايما فاكرنا كده وبعت لنا الحاجات الحلوه في البلاد البعيده. انا بشكر السيد الرئيس على تعاونه معانا وان هو مش ناسينا. انا فرحانه جدا ان انا خدت الشنطه دي، انا كان نفسي فيها وخدتها فعلا، وانا فرحانه ان انتوا اديتوها لي. انا مبسوطه جدا، مبسوطه ان هو وفرها لي. مش متوقع ان هو هيجينا لحد هنا الهدايا بتاعت دي. ربنا يكرمه ويفديه ويرجيكم فرحه ويفديه. ربنا يبارك فيكم ويقويكم علينا ويحفظكم من شعب مصر كله. بشكر سيد الرئيس، جبنا الهديه دي وفرع ايامنا، جبنا هدوم المدارس وجبنا شنط المدارس، وبشكر وزارة الداخلية. هنا مصر اللي عايشين ياها، اتباهى هنا مصر، أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر، هنا مصر اللي عايشين ياها، اتباهى هنا مصر، أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر يا رب، كل سنة طيبين وانت طيب. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسنات الحاجة وانت طيب. توزيع هذه المساعدات على المواطنين بالمناطق المستهدفة جاء وسط فرحة وإشادة كبيرة بما تبذله وزارة الداخلية من جهود على المستويين الإنساني والاجتماعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تفرض عليهم أعباء إضافية. هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر. تحيا مصر، ربنا يخلي السيسي. الإيد في الإيد والقلب وما يريد، واحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عايشين ياها، اتباهى هنا مصر، أحلى بلاد الدنيا دي. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة كلنا واحد ومجهود وزارة الداخلية. المأموريات التي وجهتها وزارة الداخلية لإهداء المواطنين السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية كانت حريصة على إيصالها إلى مستحقيها بأماكن إقامتهم بمختلف المحافظات، وهو ما يتوافق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو ما نسيناش في دخول المدارس ولا في اي وقت ولا في اي مناسبه، دايما فاكرنا، دايما فاكرنا وفاكر عيالنا في كل المناسبات، وجايب شنط لعيالنا وكراتين ومهتم بنا في جميع المناسبات. تحيا مصر، تحيا مصر. مصر عليها العين وولادها الغاليين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد الجدعان. اهلا بيكم واهلا بسياده الرئيس، ونشكر الشرطه ومجيئكم لحد هنا ومجيئكم بالكرتونه لحد الباقي. كل سنه طيبه. انت طيب، الف شكر ليكم على مجيئكم هنا لحد لحد عندنا. في الشده بيبان من اللي بيحب مصر. هنا مصر اللي عشناها، اتباهى هنا مصر، احلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها، اتباهى هنا مصر، احلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر.
ربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم لينا. نشكر سياده الرئيس. رؤية اجتماعية تتبناها وزارة الداخلية وتحرص على تنفيذها، وهي تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال تواصل دعم ومساندة الأسر المصرية بكل المحافظات لتخفيف الأعباء عنهم، وبما يرسخ روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. ربنا يخلي لنا وبيجيب لنا سلع غذائية كتير وبيجيب لنا حاجات كتير ومهني مصر ويخليه يا رب السيسي، مش محرمنا من حاجة، كل حاجة جايبها لنا، كل حاجة بعتها لنا في أبو حماد الشرقية. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب ما يريد وإحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها إباها، هنا مصر أحلى بلاد. أنا مبسوط قوي عشان خدت شنطتي في المدرسة. بحبك قوي وكل عشان تكون بسبب الدنيا شنطة في المدرسة وتحيا مصر. هنا مصر اللي عشناها إباها، هنا مصر. مرة تانية أهلا بحضراتكم. مؤسسة حياة كريمة أعلنت عن انطلاق مسابقة حياة كريمة أو معسكر حياة كريمة للشباب بوادي بداية الوادي بوادي النطرون. الحقيقة أنه هذا المعسكر سيكون فيه مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة هيكون فيها التركيز على معنى التطوع ومفهوم التطوع وتعزيزه عند الشباب كواحد من المكونات الثقافية للشخصية لدى الشباب. أيضا هيتم مناقشة وتنمية مهارات التواصل لدى الشباب. هيتم كمان تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية والتفاعلية لتنمية مهارات الشباب إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بأهمية تنظيم تلك المعسكرات بشكل مستمر، لأنه بالتأكيد بيشجع مفهوم التطوع عند الشباب، وده دور أساسي لبناء المجتمع والمشاركة في فعاليات المجتمع المختلف. ننتقل مع حضراتكم لهذا الخبر الطبي الهام، أنا بشوفه من وجهة نظري الهام، عن المراكز الطبية المختلفة اللي ما زالت بتقدم خدمتها، تحديدا خدمات الفحوصات للمقبلين على الزواج ضمن مبادرة السيد الرئيس 100 يوم صحة. الحقيقة أن المبادرة دي بشوفها مهمة جدا، لأنه كتير من الحالات في المجتمع المصري بتعاني، أبناء بيعانوا من مشكلات وراثية متعلقة بفكرة زواج الأقارب على سبيل المثال، أو فكرة الاختلاف الجيني ما بين الأب والأم، فبالتالي بينتج أطفال غير أصحاء بالقدر الكافي. إحنا ممكن نتجنب ده بسهولة وبالمجان كمان من خلال الخضوع لفحوصات ما قبل الزواج اللي بتقدمها وزارة الصحة والمراكز الطبية المختلفة التابعة لوزارة الصحة. في إطار مبادرة 100 يوم صحة، والتي تتضمن المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة المقبلين على الزواج، تواصل المراكز الطبية عملها بمحافظة مصر كافة لاستخراج شهادات الراغبين في الزواج وعمل الأبحاث التشخيصية لهم. وتم عمل 5200 خدمة تشخيصية وعلاجية لهم خلال تلك المبادرة منذ بدئها وحتى الآن. بنعمل تحاليل وفحوصات طبية من شأنها أنها بتحدد وبتشخص مبكرا أمراض ممكن تتوارث للأطفال بتاعتهم بعد كده، والأهم من ده كله أن احنا بنعمل مشورة وبنعمل استبيان منهم، بنستخرج الاستابيليتي او الثبات النفسي للفردين. الثبات النفسي ده بيعمل مشاكل كبيره جدا بعد كده في الحياه الزوجيه، ان ما بيبقاش في مقدره على التعامل مع حد غير ثابت نفسيا، فده بيهدد الاسره بهدم كيانها كله. تحليل الحاجات دي كلها بتضمن ثبات اسره واستقرارها بعد كده. كما تم خلال مبادرة المقبلين على الزواج بالمراكز الطبية عمل ندوات توعوية وتثقيفية لهم بأهمية عمل الفحوصات الطبية لوقايتهم من أمراض قد تغير مجرى حياتهم. نقول لهم إن الكشف ده ضروري جدا، لأن في أمراض وراثية، خاصة في أمراض جنسية، كل الحاجات دي بتظهر لما بنعمل التحاليل. لو في أي حاجة لا قدر الله بيضطروا يعالجوها طبعا، وده شيء ضروري ومهم. وفي حاجات بتبقى وراثية، في ناس ما بتحبزهاش، فمهمة جدا لقبل الجواز بصراحة. يعني اللي بيجي بيتقال له ان هو بيتعمل فحص، ليه فحص؟ ايه بقى؟ حاجة اسمها الامراض الغير سارية او الامراض الغير معدية، ليه؟ زي الضغط والسكر،
عشان في ناس كتير بيبقى عندها ضغط وسكر ومش حاسه بيه. في كمان هي امراض الدم، امراض الدم اللي هي زي ايه، زي فيروس بي كبدي، فيروس سي كبدي، الايدز. فالمفروض ان هو بيتعمل له كشف على الفيروس سي وفيروس بي، والمفروض ان هو بياخد علاج ليها. المواطنون اثنوا على تلك المبادره الفاعله والتي تقدم لهم خدمات تشخيصيه وعلاجيه بالمجان. فهي كمبادره يعني كحاجه كويسه جدا من وزاره الصحه ومن السيد الرئيس، ان هو يبقى في مبادره حاجه زي كده، ان الواحد يطمن هو داخل على ايه، داخل على جواز يعني مطمن ان المستقبل، لانه مستقبل للطفل لاولادنا زي ما بيقولوا. بيطمنوا على نفسنا برضه في حاجه لقدر ربي، ودونا مستشفيات ودونا حاجات يعني نبقى خدمات فيها كويسه. حرص الدولة المصرية على توفير كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية والبحثية للراغبين في الزواج واحدة من الخطوات المهمة التي تعمل على خلق جيل صحي قادر على العطاء. محمد حلمي، النيل. في مدينة شرم الشيخ النهاردة انطلقت فعاليات السباق تور دي فرانس، هذا السباق الأشهر والأهم للدرجات في فرنسا وفي كل أوروبا تقريبا. انطلق من شرم الشيخ بمشاركة متسابقين من 30 دولة مختلفة وبطول 170 كيلومتر. هيكون البداية من شرم الشيخ وصولا لدهب وعودة إلى شرم الشيخ مرة تانية في مسابقات مختلفة، لكن طبعا الدرجات هي البطل الأساسي في هذا السباق. تنضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ زميلتنا العزيزة لمياء موافي. لمياء تحياتي ليكي، صباح الخير. ولمياء، كيف تابعتي هذا السباق وأهم الدول المشاركة فيه؟ صباح النور. انطلق الساعة 7 صباحا، اعطى اشارة البدء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقنصل العام لفرنسا لدى مصر اوليفييه، اعطوا اشارة البدء لاشهر احد اهم السباقات تور دو فرانس هنا في شرم الشيخ. وكما قلت في الخبر، سينطلق من شرم الشيخ لدهب بطول 170 كيلومتر، 10 ساعات يقطعها المتسابقون ذهابا وايابا. يعني هو احد اشهر واهم سباقات في فرنسا وأوروبا. سيحدثنا المزيد عن استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث الرياضي والسياحي في نفس الوقت الهام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسيادة القنصل العام لفرنسا لدى مصر. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا، برحب بكم. Good morning your excellency. Good morning. لو كلمنا عن استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي بنقول السياحي في نفس الوقت. هو في الحقيقة طبعا انت عارفة دكتور أشرف صبحي كان كلمني من فترة، احنا في إطار شغلنا الدائم مع بعض، سباقات هيجن، سباقات دراجات، سباقات شبابية، حاجات من دي. ففي الحقيقة هو باتصالاته في الخارج عرض علي هذه الفكرة، أنا على الفور وافقت، لأن دي ده حدث عالمي وبيصور المدينة بتمشي 170 كيلو كاميرات بتصور كل اللي بيحدث، العالم كله بيتفرج، لان السباق ده بيتابعه دول عديده. والادله على ذلك ان النهارده عندنا 29 دوله اجنبيه زائد مصر، 30 دوله بتسابقوا، ان ادت لهم اشاره البدء النهارده الساعه 7 الصبح. هو مش سباق واحد، ده هو عده سباقات. السباق الاولاني حوالي 170 كيلو من شرم الدهب والعوده، السباق الثاني 60 كيلو، السباق الثالث 40 كيلو، ثم 6 كيلو دي بيسموها مسابقه عائليه فاميلي، على اساس ان الاولاد والعائلات تشارك في هذا السباق اللي هو 6 كيلو الاخرانيين. ان شاء الله ممكن على اخر اليوم يكون الاربع سباقات دول تم تنفيذهم في محافظه بمدينه شرم الشيخ. طبعا اعلام، طبعا دعايه كبيره قوي، حدث قوي جدا، لان الحدث ده بيتعمل في فرنسا، يعني هو اسمه تور دي فرانس، يعني هو اساسا خارج من هناك. والادله على ذلك ان القنصل بنفسه موجود النهارده وعمل معايا ضربه البدايه، انا وهو اطلقنا سيادة المحافظ 170 كيلو للدهب، دهب تاني اجمل المدن السياحيه في شرم الشيخ، يعني اللي بيعشقوا الهدوء بيعشقوا الغوص، بالذات هناك في افضل اماكن الغوص البلو هول في دهب. لو كلمنا عن يعني انطلاق الماراثون لدهب. لا هو طبعا برضو كمان عارفه انت من هنا ماشيه، من هنا رايحه دهب هتلاقي مناظر طبيعيه رائعه، جبال رائعه، حياة برية رائعة، بدو ناس مسلمين، حاجة جميلة قوي من هنا لغاية الدهب. وبعدين هم مش هيخشوا ده، هم هيوصلوا وهيرجعوا تاني على شرم الشيخ. انما بقى نقول كلمة عن دهب، انا كنت في دهب اول امبارح في الحقيقة،
وعملت زيارة وزرت الفنادق وزرت الشواطئ اللي موجودة هناك. وعلى فكرة السباحة مسموح بها دلوقتي والغطس، والأمور ماشية طبيعية جدا. وإحنا بس عملنا شوية إجراءات كده، زودنا الإجراءات الاحترازية والتأمينية هناك عشان نأمن ولادنا وأهالينا. دهب طبعا لها بتتميز برضو بالجو الصافي، بتتميز بالسياحة الشبابية والأجنبية. يعني عندنا هناك بتبص تلاقي معظم الموجودين جايين من دول عديدة سامعين عن دهب، جايين يشوفوا دهب. لما كده قابلت ناس من اليونان، قابلت ناس من النمسا، قابلت ناس من سويسرا أثناء زيارتي من يومين. إحنا دخلنا دهب في عملية التوأمة. الأول إحنا عاملين 15 توأمة من شرم الشيخ والمدن العالمية. من أسبوعين كده أنا كنت في قبرص وعملت توأمة بين بافوس وبين دهب، فبدنا ندخلها ونعرف الناس بيه. Your Excellency, we speak about Tour de France, and why do you choose Egypt and Sharm el-Sheikh as the first country in the Middle East and Africa to hold the bicycle race in it? We chose, and the organizer chose Egypt because it's one of the best places to organize this etap of Tour de France, and especially here in Sharm el-Sheikh. It's a beautiful combination of discovering a new culture, a modern infrastructure, and all the sports, also spirits. So we are very, very happy to all these things could be organized here. يعني أنا سألت سيادة القنصل لماذا وقع الاختيار على مصر ومدينة شرم الشيخ لعقد سباق درجات تور دو فرانس هنا، قال إنها من أفضل الأماكن لعقد تور دو فرانس سواء بالنسبة لثقافات مختلفة، بنية أساسية متميزة، أماكن سياحية رائعة. بيقول مصر وشرم الشيخ من أفضل الأماكن لعقد سباقات الدرجات، اللي أكد المنظمون أيضا إن استضافة مدينة شرم الشيخ تور دو فرانس من أهم وأفضل الأشياء اللي حصلت، لمشاهدة الأماكن السياحية المتنوعة على طول الطريق. يعني كتير من المتسابقين أشادوا بمنظر الجبال خلال السباق اللي من شرم الشيخ لدهب، التسهيلات في المطار، التسهيلات الداخلية على طول الطريق، تأمين السباق، وزارة الصحة تأمين للسباق، محافظة جنوب سيناء أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال السباق. يعني كل الدول اللي جت مشاركة 30 دولة متسابقين أشادوا بكافة الاستعدادات اللي أتمتها شرم الشيخ لاستقبال السباق، وقالوا إن يمكن هنا شرم الشيخ مواكبة كتير للأجواء اللي تلاقيها في فرنسا لما العجل بيجري في وسط الجبال. يمكن سؤال أخير يا سيادة المحافظ، بالأمس كان معالي رئيس الوزراء هنا، قمت بالعديد من الجولات في سانتي كاترين وطابة ونويبع، لو أشدنا ألقينا الضوء على زيارة معالي رئيس الوزراء واهم المناطق واهم الاماكن تم افتتاحها. في الحقيقه طبعا امبارح الزياره كانت زياره تاريخيه لثلاث مدن مصريه. المدينه تبعد عن المدينه مش اقل من 120 كيلو. يعني مثلا احنا سيادته وصل كاترين 9، غادرنا طابا 9. يعني شوف الزياره 12 ساعه متواصله من مجرد وصول سيادته بطياره الى مدينة طابة، حتى مغادرته بالطيارة من مدينة طابة 12 ساعة عمل متواصل. انت عارفة ان كاترين دلوقتي بيعاد تخطيطها ورفع كفائتها وتجهيزها وجعلها مدينة تواكب يعني العالم في سواء البيئة هناك، مشروع التجلي الاعظم، سواء الموضوعات اللي سيادة الرئيس بيأكد عليها. فتابعها سيادته بالكامل، احنا فتحناش حاجة، هو تفقد واستعدادا للافتتاح. الشغل لسه لازال في المطار ومنطقة المطار ومدخل المطار والطريق اللي موصل للمطار. عشان كده احنا من المتوقع ان في الربع الاولاني او في التلت الاولاني من العام القادم سوف يتم افتتاح هذه المدينة الرائعة. ثم اتحركنا الى مدينة طابة طبعا عشان نويبع ما فيهاش مطار، نزلنا في طابة، اتحركنا من طابة لنويبع، ادي حوالي 65 كيلو من المطار لغاية الساحل بتاع طابة 28 كيلو، و65 كيلو او 60 كيلو لغاية ما تروح نويبع، ادي 90 كيلو. امبارح سيادة الرئيس معانا
دورة رئيس الوزراء بالاتوبيس بالعربية في وسط الناس معانا كلنا مع بعض، خدنا حوالي 90 كيلو، وهو ماشي شاف الطريق اللي هو جايب من مطار لغاية طابة، محتاج شغل، محتاج شغل كتير، شاف الثروة العقارية الضخمة اللي موجودة من طابة لنويبع الغير مستغلة اللي ما انتهتش لسه. يعني طبعا دي كلها وهو جه سيادته عشان نجد حلول لهذه الموضوعات. الحاجات دي واقفة من بدري، واقفة من فترة، واقفة من الثورة، المستثمرين ما قدروش يكملوها، ما عندهمش تمويل مالي كافي، كل الكلام ده كله تعرض على سيادته. دخلنا بعد كده المينا، مينا حاجة رائعة، حاجة جميلة، الفريق كامل وزيري شرح التطوير القادم والرصيف اللي هيبقى موجود في طابة الجديد، وشفنا مكانه على الأرض، الطريق اللي هنعمله جديد من طابة العريش. يعني كان مهمة جدا وجود الفريق كامل معانا في الحقيقة، لأن كانت معظم الموضوعات بتتعلق بالطرق والميناء والرصيف، ويعني في الحقيقة كانت يعني زيارة ناجحة. تفقدنا مسجد وجامع ومستشفى، الثلاثة مسجد وجامع جنب بعض، احنا وهنعمل في نبق هنا برضو مسجد وجامع مع بعض، بالظبط كده، مسجد وكنيسة جنب بعض، وفوسطهم مجموعة من موضوع الخدمية. نعم نعم نعم، حقيقي بنية أساسية متطورة جدا، يعني حقيقي بنية أساسية متطورة جدا بتشهدها. لبالك لما رجعنا طبعا بقى راح المنفذ، شفنا محطة مياه 5000 متر مكعب مية على وشك لانتهاء آخر العام، دخلنا المنفذ بقى، وده المهم. المنفذ دلوقتي أصبح إن هو ما بقاش يقدر يساعد الكميات الكبيرة والأعداد الكبيرة اللي بتجينا من الجانب الاخر ومن الاردن ومن السعوديه، منفذ بري رائع. فشاف فكره الفريق كامل، شرح له ايه اللي هيتم في المنفذ، ايه الكلام اللي هيضاف للمنفذ عشان يسع الاعداد الكبيره. تحركنا بعد كده، عمل سيادته عمل لقاء مع المستثمرين، سمع مشاكلهم ودي مهمه جدا، سمع ارائهم ودي مهمه جدا في الحقيقه. وثم الزياره خلصت حوالي 8:30 توجه للمطار، نص ساعة لغاية المطار بالظبط كده. وفي المطار بقى يعني شاف النظام، على فكرة هو لما نزل سواء كاترين أو سواء في طابة اتعمل له برزنتيشن أو بريفنج عن مطار كاترين وعن مطار طابة، يعني جولة كبيرة امبارح فعلا 12 ساعة. شكرا جزيلا سيادة المحافظ، thanks a lot your excellency. يعني ألقينا الضوء على تور دو فرانس وعلى زيارة معالي رئيس الوزراء هنا لمحافظة جنوب سيناء بالأمس. محافظة جنوب سيناء أيضا تستعد لاحتفالات مصر باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر العظيمة. مدينة ومحافظة جنوب سيناء إنجازات على أرض الواقع، بنية أساسية على أكمل وجه شهد بها العالم كله. يعني معالي القنصل قال ان خلال لقائه مع سيادة المحافظ اشاد باللي قدمته محافظ جنوب سيناء، خاصة خلال استضافتها للكوب 27 والعديد من المؤتمرات، وقال التعاون السياحي والثقافي سيستمر بين فرنسا ومحافظة جنوب سيناء. اليكم زملائي مرة اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك لمياء موافي على هذه التغطية الوافية لتور دي فرانس سباق الدراجات العالمي هنا على الارض المصرية شرم الشيخ. شكرا جزيلا لك أيضا على ما أفدت به من معلومات ولقاء مع محافظ جنوب سيناء سيادة اللواء خالد فودة. شكرا جزيلا لك عزيزتي لمياء موافي. بنستأنف مع حضراتكم جولتنا الإخبارية، وهذه المرة من وزارة الثقافة تحديدا دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت معرض سكتش الذي يقام تحت رعاية وينظمه قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، والذي أقيم وتم افتتاحه في متحف محمد محمود خليل وحرم. من خلال عرض الرسوم الأولية والأفكار الجديدة للفنانين في الفنون التشكيلية، افتتحت وزيرة الثقافة معرض بعنوان سكتش بحضور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والعديد من الفنانين والشخصيات العامة. معرض السكتش ما تعملش قبل كده معرض تبع قطاع الفنون للسكتش، والسكتش ده هو روح الفنان، والسكتش ليه ثلاث مراحل. في مرحلة عفوية جدا من الواحد الفنان وهو قاعد بينه وبين نفسه
يقدر يعمل افكار كتير جدا بسرعه جدا وبيحتفظ بيها، بتفيده بعد كده في اللوحات الكبيره. وفي طريقه تانية اسمها السيارات البصريه للرسوم التحضيريه، اللي هو الرسوم التحضيريه بيحضر رسوم عشان يستفيد منها. وفي حاجه اسمها الارتجال، في الارتجال والعفويه، كل ده بتحمل معنى السكتش، وكل واحد ليه نوع. المعرض ده ضم جماعه يعني مجموعات كبير جدا من الاعمال لمجموعه من الفنانين على مستوى عالي جدا من العفويه والقصديه في احراز تقدم نوعي في الرسوم السكتش. ياتي معرض سكتش في دورته الاولى كواحد من العروض النوعيه المندرجه تحت وصف معارض المشروع والذي يطرحه قطاع الفنون التشكيليه. فكره المعرض انه للسكتشات والاعمال التحضيريه اللي هي بتبقى زي خلفية لأعمال فنية كبيرة بعض الأحيان، وأنا نحات يعني شغلي بيبقى دايما في مجسمات، فالرسم مرحلة من مراحل التشكيل، أحيانا بتبقى بداية ويتنفذ كأنها تصميم، وفي أحيان تانية بيبقى الرسم لذاته. عجبتني الفكرة جدا و وجهزت نفسي وجاي مخصوص للمعرض من إيطاليا من مدينة ميلانو، حضرت بعض الاسكتشات اللي هي بتعبر عن فكرة الاسكتش، فكرة الاسكتش اللي هو تحضير المبدئي للوحة، وعليه أنا مقدم مجموعة أعمال بطرق مختلفة، منها الاسكتش في حد ذاته كأبيض واسود، ومنها الاسكتش كتحضير للوحة بالألوان والفرشة. يستهدف المعرض الوقوف على وثيقة بصرية تؤرخ لممارسة الكروكيات لدى التشكيليين المعاصرين والممارسين لهذا النوع من الفن. يسعى قطاع الفنون التشكيلية إلى كسر المطروح من العروض الفنون التشكيلية وإيجاد أنواع جديدة تسهم في تنوع المفاهيم الخاصة بالفنون التشكيلية لدى المواطنين. منذر أبو دوح، النيل. بالأمس كانت ذكرى رحيل المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق رئيس المجلس العسكري في 25 يناير 2011. سيادة المشير واحد من الشخصيات الوطنية البارزة والمهمة، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودورة كلية الحرب العليا، ترقى في المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام 91، ورقي إلى رتبة المشير في أكتوبر 93. تخرج في الكلية الحربية سلاح المشاة في الدفعة 35 حربية في الأول من إبريل من عام 56. تولى وزير الدفاع الأسبق منصب الملحق العسكري في دولة باكستان، ثم رئيس فرع العمليات بالجيش الثاني الميداني حتى وصل لمنصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني وقائد للجيش الثاني الميداني، ومنه إلى قيادة قوات الحرس الجمهوري عام 88. تولى منصب وزير الدفاع عام 91، وتم ترقيته إلى رتبة مشير حتى خروجه من الخدمة في عام 2012. شغل أيضا منصب رئيس المجلس العسكري في 2011، وظل شاغلا للمنصب حتى يونيو 2012، وعقب خروجه من الجيش عين مستشار لرئيس الجمهورية، وحصل على ميدالية جرحى الحرب وميدالية الخدمة الممتازة وميدالية العيد العشرين للثورة وميدالية يوم الجيش، ميدالية السادس من أكتوبر نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى. حصل أيضا طوال مسيرته في الحرب والسلام بالقوات المسلحة على نوط 25 إبريل، نوط النصر، نوط الاستقلال العسكري، نوط الجلاء العسكري، نوط الشجاعة العسكري، نوط المعركة السعودي، وسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة، بالإضافة لوسام التحرير ووسام الامتياز الباكستاني وقلادة النيل. الحقيقة أنه شخصية شديدة الأهمية، وفي التاريخ المصري سيذكر الحقيقة اسم سيادة المشير محمد حسين طنطاوي. يمكن في بعض الموضوعات اللي من الصعب الحديث عنها الآن، لكن سيذكر التاريخ هذا الدور المهم الحقيقة اللي قام بسيادة المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله. كان ده ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح النهاردة، لكن